مشاهدينا الأعزاء، أهلا بيكم ومساء الأنوار. في أسئلة كتير بتيجي على بالنا وبنبقى نفسنا نلاقي ليها إجابات، وبالذات إن في أفعال وتصرفات بنعملها وبرضو عايزين إجابات، إحنا بنعمل كده ليه؟ من ضمن الأسئلة دي العقل، أسئلة العقل، هو الإنسان فعلا عنده عقل؟ طب موجود فين؟ طب يا ترى الإنسان عنده عقل واحد ولا اتنين؟ والسؤال بقى اللي بعده، هل الإنسان يمتلك السلطة في التحكم في تصرفاته؟ مشاهدينا أهلا بحضراتكم في ساعة مع نيال. كل حاجة في الكون علاقة ثنائية، يعني في ليل ونهار، في ست وراجل، في حب وكره. كمان الإنسان عنده عقل واعي وعقل لا واعي، عقل بيفكر وعقل بيفكر في اللي بيفكر فيه، عقل الذاكرة بتاعته قصيرة جدا، واللاواعي أو الباطن الذاكرة بتاعته ممتدة. العقل اللاواعي تقريبا بيسجل، ده لو ما كانش أكيد يعني، بيسجل كل الأحداث اللي بتحصل من الطفولة لغاية ما بنكبر، يفضل يخزن يخزن يخزن. وعشان كده العقل اللاواعي شغال على طول، ما بيتوقفش ولا حتى بالنوم. وكتير قوي مننا بيصحوا يقولوا أنا نمت كتير بس كأني ما نمتش، وناس تقول أحلام ولما تيجي تحكيها الناس تقول لهم، الناس ترد عليهم وتقول ده عقلك الباطن. العقل الباطن بيصدر لينا كل سلوكياتنا وأفعالنا، المشاعر اللي بنحس بيها كلها ناتجة عن أحداث حصلت في الماضي، الإجهاد، القلق، التوتر، الخوف من المستقبل، حتى دور الضحية اللي كتير من الناس بيعيشوا، والشماعة الناس، هما اللي ظلموه، هما اللي فرضوا عليه ظروفه، هما اللي خلوه كده. كل ده من الأحداث اللي اتخزنت واللي موجودة في الماضي، موجودة في العقل الباطن. مش بس كده، كتير مننا ما بيبقاش عارف يعيش الواقع، دايما عنده خوف من المستقبل وحابس نفسه في الماضي، والناس دي على طول تعبانة، مش قادرين يغيروا سلوكياتهم ولا قادرين يغيروا من حياتهم، وبيطالبوا الدنيا هي بالتغيير. نقطة التأمل، مرحلة تحول في حياة كل واحد فينا، والنقطة دي بتفرق كتير، لأن في التوقيت ده بمجرد إنك تغمض عينيك وجسمك يوصل لدرجة الاسترخاء، ما بتشوفش إلا نفسك، ما بتشوفش إلا الطريق اللي أنت عايز تمشي فيه، ما بتشوفش إلا إن أنت الوحيد اللي قادر إنك تتحكم في اللي أنت فيه في اللحظة دي. دكتور علي جمعة لما قالوا له موقف التأمل واليوجا إيه من الدين، قال كل ما يتفق مع الكتاب والسنة مرحبا به. الموضوع
يعني مش بسيط. الإنسان عنده عقل واحد ولا اتنين، وهو القادر على التحكم في أفعاله وتصرفاته. أنا موجود معايا في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد السيد، استشاري الصحة النفسية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بك. الإنسان عنده عقل واحد ولا اتنين، وهل يا ترى هو صاحب التحكم أو السلطة في تحمل مسؤولياته أو قراراته؟ حاضر. أولا مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. في الواقع خليني نعمل تشوك للناس، الإنسان عنده ثلاث عقول مش عقلين اتنين. ثلاث عقول، نعم. ده العلم بيقول لنا أن عنده ثلاث عقول. تمام. وده وفقا لعلم النفس التحليلي اللي هو أعمق علم نفسي يمكن أن ينظر إلى تشريح الإنسان في الجهاز النفسي. عندنا عقل اللي بنسميه العقل الشعوري أو الوعي، وده أقل مساحة ممكنة. إحنا بنسميه في العلم دي الشخصية الزائفة، اللي إحنا بنفكر بيها إن إحنا عارفين كل حاجة رغم إن هي تساوي قد كده تقريبا. تمام. المبنى الكبير جاي في حاجتين تانيين. عندنا عقل بنسميه عقل قبل الوعي، ودي المرحلة الإن بتوين البينية ما بين الوعي وبين اللاوعي. الإنسان ما بينتقلش من الوعي للاوعي كده أون وأوف، لا، في مرحلة وسط. المرحلة الوسط دي فيها اللي هي المرحلة التي لا تساوي اليقظة ولا المنام، الغفوة. ودي المرحلة اللي بيجي فيها أفكار بنسميها الأفكار الوميضية. عارفة حضرتك لما نيجي ننام كده ساعات ويجي لنا فكرة حلوة قوي، ونقول هكتبها فعلا بكرة أو هنفذها، ننام ما نفتكرهاش تاني. بنسميها أفكار وميضية، بتنور كده لو ما لحقتهاش تكتبها بسرعة راحت للأبد. دي بيجي أفكار وميضية في العقل قبل الوعي اللي هو اللي بنسميه قبل الشعور، وده اللي فيه الذكريات في الماضي القريب. ممكن نفتكر أحداث أو ممكن حاجات ناسينها بس تجيلنا في صورة تخيلات، أو ممكن أحيانا العقل ده اللي يجيلنا فيه حاجة زي أحلام اليقظة. أو العقل ده اللي أحيانا بيطرأ على البعض بعض الغرائز المكبوتة. ممكن تلاقيه كده بين اليقظة والمنام، لا هو اللي في وعي كامل ولا هو اللي في غير وعي كامل. اللاوعي بالنسبة لنا ده الصندوق الأسود، وده المساحة الكبيرة. ودايما أنا أقول للناس لو افترضنا جدلا، يعني وأنا بشرح لهم بقول لهم لو افترضنا جدلا إن الناس بتشوف العفاريت في النهار، أيهم أكتر خوف؟ إنك تشوف العفاريت وتتخبط في كتافك كده وأنت ماشي ولا اللاوعي؟ العلم يقول اللاوعي بلا منازع العالم المظلم. فاكرة زمان حضرتك بحر الظلمات والقصص دي؟ ده بحر الظلمات بالنسبة لنا، ده انليمتد غير محدود، كبير جدا، متصل بالجمع والشخص. يعني ايه متصل؟ بكل الكون، ومتصل بحصيلة صغيرة اللي احنا خزناها كذكريات أصلية من أول ما خدناها منذ أن أدركنا. يعني متخزن فيه الأب، شخصية بنسميها الأب الداخلي، اللي هي كل مخازن الذاكرة عن الوالدين. متخزن فيه مشاعر الطفولة، الآلام، متخزن به الفقد، الأحزان وغيره، متخزن فيه الآلام والآمال، متخزن فيه كل الأشياء بحذافيرها ربما إحنا لا نتذكرها لأن عميقة جدا. الإنسان طبعا الناس الغواصين لما يجي يغطس ليه قدرة معينة، وعشان يغطس أكتر بيستخدم الأنبوب وغيره، وعشان يغطس لأعماق المحيط محتاج غواصة نووية. بالزبط. ده بالتحديد التشبيه اللي احنا بنشبهه للناس بالنسبة للاوعي. اللاوعي عميق، عميق جدا. يعني نقدر نقول يا دكتور ان اللاوعي كتير من تصرفاتنا اللي احنا بنقوم بيها في حياتنا جاية من اللاوعي، من كتير. الأحداث المخزونة في اللاوعي. اللاوعي يكفي ان فيه الجهاز الأقوى على الإطلاق عند الإنسان. الجهاز اللي احنا بنسميه الغرائز. كل تحركات الإنسان مبنية على الغرائز، حتى لو ادعينا غير ذلك. كلمة الغرائز مش كلمة عيب. كلمة الغرائز، الأكل غريزة والقراءة غريزة ومحبة الناس غريزة ومصافحة الناس غريزة، إن نشم الورود غريزة، الحياة كلها عبارة عن غرائز. حتى الصلاة غريزة، إن أنا أشعر إن الصلاة بالنسبة لي بشعر بالامتداد والاستقواء، وإن أنا بركن إلى ركن شديد اللي هو الله سبحانه وتعالى وهكذا. دي في حد ذاتها بتديني الأمان، وغريزة اسمها الأمان، غريزة اسمها البقاء. فبالنسبة لنا الجهاز الأقوى على الإطلاق اللي موجود عند الإنسان موجود في اللاوعي، ده شغال 24 ساعة ما يقدرش حد يقربه. طب ردود الأفعال اللي بتصدر من بعض الناس اللي بتكون غير مسؤولة، يعني في كتير مننا بيقول أنا عملت ده وأنا ما كنتش في وعي، أو أنا اتصرفت التصرف ده وما كانش قصدي.
هل في التوقيت ده في حاجة بتنطلق من العقل اللاواعي اللي هو بيوجه المشاعر انها تتصرف بالتصرفات دي؟ نعم، عندنا قوتين كبار جدا بيتصارعوا بيحكموا تصرف الانسان. قوة بنسميها قوة الحب او قوة الحياة، تمام، وقوة تانية بنسميها قوة العدوان. الاثنين موجودين عند كلنا كبشر، تمام. العدوان ده مش معناه الاعتداء على الاخرين بالضرورة، لكن العدوان بيطلع احيانا في حالة بنسميها هشاشة الذات، يعني هشاشة الوعي. الوعي عنده هش، ما يقدرش يصد الهجمات اللي بتجيله من اللاوعي، ولا يقدر يروضها وبعدين يطلعها بطريقه اكتر دبلوماسيه. ففي الحاله اللي زي كده الانسان بيتصرف بطريقه غير مسؤوله، ان يجي يتصرف بطريقه اندفاعيه اكتر من اللازم، او بطريقه مثلا اكبر من الموقف عشرات المرات، نتيجه ان ما عندوش القوه اللازمه في الانا او القوه اللازمه في الوعي بالنسبه له، ان يبدا يعمل نوع من السيلف ديفنس، الدفاع الذاتي، ان يروض المشاعر اللي طلع العدوانيه اللي لو ما قدرش يعملها ماسك او يعملها فلتر او يروضها او يكسر حدتها هتخليه صادم بالمجتمع لا محاله وهيخسر الجميع. طب واللي دايما بيطلعوا كلام معين، يعني انا كده، انا معرفش اتغير، حاله الخوف والقلق دايما من المستقبل، برضو أنا ما قريت كتير في الفترة اللي فاتت على فكرة العقل وإزاي هو بيوجه لنا المشاعر والأحاسيس وبينعكس، إن هو يعتبر زي إنعكاس لكل الأحداث اللي إحنا مرينا بيها من الصغر. نعم. الفكرة الخوف اللي بتسيطر على الناس وحالة عدم الأمان وإنه دايما خايف من المستقبل ومن المجهول، وطبعا ده بيخليه يعيش في حالة عدم راحة. نعم. ده أكيد برضو، ده يا دكتور نرجع تاني إن هو برضو الأساس من أحداث معينة مر بيها في الزمن الماضي من طفولته، زي إن كان عنده مشكلة مادية مثلا، فبقى عنده حالة من الخوف دايما إن ممكن ولاده يتعرضوا لده، أو إنه هو خايف دايما من حتة فقد المال. هل كل اللي احنا خطواتنا اللي بنعملها في حياتنا بيكون جاية من المنبع ده؟ هقول لحضرتك، في ثلاث متهمين رئيسيين. وكلهم متسطرين في ستار اللاوعي. تمام. اول شيء بيخلينا كتير متوترين في ارض الواقع او خايفين من المستقبل، حاجه بنسميها عقده النقص. دي حاجه علميه موجوده عندنا كلنا. عقده النقص دي مثلا نفترض ان انا اتربيت بطريقه فقيره جدا، هطلع ايه اكتر حاجه انا عاوز اعوضها؟ المال، الماده، بالظبط كده. فمعنى ذلك اللي بيحركني دلوقتي في سبيل جلب المال او حب المال او كنز المال هو عقده النقص اللي موجوده من زمان، ايام ما كنت صغير وفقير جدا. تمام. واحد فقد الحب هيطلع عاوز يعمل ايه؟ عاوز يكتسب الناس ويحس ان حد بيقول له كلمه حلوه ويحس كلام زي كده. فعقد النقص احيانا بتعوضنا وبنسعى لتعويضها بشكل او باخر، وفي حاله ان نحس ان التعويض هيقل او مش هيبقى موجود نحس بالتهديد ونبدا نخاف ونقلق ونتوتر ونحس بالتفاني وغيره من الازمات. ده اول متهم اللي هو عقد النقص. الحاجه الثانيه الكبت. الكبت اللي هو ايه؟ كل ما هو ضد رغبات الانسان الحقيقيه. عاوز يحس انه شيء مذكور، بيحس انه مهمش. عاوز يحس ان صوته مسموع، بيحس انه مكتوم. عاوز يحس ان بيشبع رغباته الاساسيه من اكل وشرب بيحس ان مش متوفره. فبيبدا الشخص في الحاله زي كده زي القنبله الموقوته، يشعر بالتهديد في المستقبل واقل مثير خارجي ممكن يخليه زي البالونه كده ينفجر. العامل الثالث اللي بعد كده الشغل للحاجه اللي احنا بنسميها التمدد الغرائز. واحد مش بس عايز الحاجات الاساسيه، لا، ده عايز حقه وحق غيره والجميع وياخده لنفسه بس، ويحس ساعتها ان اللي احنا نقول عليها الانانيه، يعني الانانيه بقى والظلم. يبدا بقى عاوز، انا عندي كذا، لا انا عاوز ده وبتاع اخويا كمان بتاع فلان، عاوز اطمع في حق فلان. عايز ابص لمرات فلان. عايز اضغط على فلان او اخليه يخسر عشان اكسب. الحاجات اللي زي كده موجوده وبتحرك ناس كتير. طب الحاجات دي بتتولد ازاي؟ نتيجه عوامل التربيه. عوامل التربيه. المتهم الاول او اللي بيشكل الجهاز النفسي الاول هما الوالدين لحد 7 سنوات. حضرتك احنا الجهاز النفسي بيتكون بنسبه 95% حد 7 سنين. 95% تكون القناعات، القيم، الانا، المثل، الغرائز بتتروض ازاي، المفاهيم الاساسيه، كل ده بيتكون في اول 7 سنوات.
بعد كده بيكون عبارة عن تكرار أو تكملة أو مزيد من الترسيخ والتعديل. لكن السبع سنوات الأولى معظمهم كده. إحنا عندنا حاجة شابتر كبير جدا اسمه العقد، كومبلكسز. العقد دي مفيش عقدة موجودة عند إنسان اسمها عقدة بمعنى العقدة النفسية إلا الجذور بتاعتها تحت سبع سنوات. يعني معنى كده إن في بعض الأحيان لما نلاقي فجأة بني آدم يحصل موقف بسيط جدا فجأة يطلع ضوافره بطريقة عنيفة جدا ويتصرف تصرف معين، هل ده برضو من اللي حضرتك قلت عليه دلوقتي إنه من سن صغير مر بأزمات معينة وبالتالي نتج عن كده ردود الأفعال اللي هو فيها دلوقتي؟ طيب نعمل إيه؟ يعني إزاي الأول الإنسان يقدر يعرف إن عنده مشاكل موجودة في العقل اللاواعي من الصغر؟ والخطوة الثانية إزاي يقدر يعمل التحول أو التحويل إنه يبقى إنسان سوي عنده سلام نفسي؟ طيب السؤال الأول إن إزاي الواحد يعرف إن عنده مشاكل نفسية بشوية حاجات بسيطة جدا. وقت ما أي شخص يعرف إن عنده مشاكل نفسية أو حاجة من الحاجات اللي زي كده لازم يلجأ لمختص. لازم واحد حاجة بنسميها اضطراب غير مفهوم، يعني أنا حاسس إن أنا مضطرب، نومي مضطرب، أكلي مضطرب من فترة، ده أول مؤشر. اتنين، لما تلاقي جسمك خس فجأة وأنت مش عامل رجيم، ده من ضمن علامات الاكتئاب الحاد. ممكن واحد يخسر 20% من وزنه في أسبوعين بدون سبب، وبياكل أكل كبير وكل شيء، ده معناه إن في مشكلة في الجهاز النفسي، بيحرق كتير أو متأزم كتير. لما يلاقي بعض الأحلام المتكررة بتجيله كتير ومفزعة، متكررة ومفزعة، متكررة دي يعني 10-15-20 مرة، حاجات زي كده مش مرة أو مرتين، كلنا بنحلم أحلام متكررة كتير، يعني معناها في مشكلة في اللاوعي هو مش قادر يحلها، مش قادر يعملها معالجة، ومحتاج لنوع من التحليل أو نوع من المختصين. لما يلاقي مش قادر يقوم بمسؤولياته الحقيقية، إن بيندفع أكتر من اللي محتاجه الموقف، بيتصرف بطريقة بيشعر إن غير مسؤولة، بيعمل حاجات كتيرة وبيندم عليها. لما يحس ان في بعض الاعراض بالنسبه له هو مش قادر يفهمها، بيبكي بدون سبب، حاسس بالالم وبالذنب رغم انه ما عملش حاجه، حاجات من هذا القبيل. بس اسمح لي يا دكتور، في ناس عايشين وشايفين ان التصرفات اللي هم بيعملوها طبيعيه، اليقظه دي تيجي ازاي؟ يعني ولا هي حاجه بقى فطريه؟ يعني اللي اقصده من كلامي ان حضرتك دلوقتي بتقولي في اعراض وحضرتك فسرتها 1 2 3، طب واللي ما عندوش الاعراض وبيتصرف باسلوب معين وله سلوكيات معينه، ازاي يقدر يشوف نفسه؟ يعني في ناس كتير عايزه كل حاجه حواليها، عايزه كل الدوائر اللي حواليها تتغير وهو كده تبقى الحياه مصالحاه، مع ان ولا دايره من الدوائر اللي موجوده حواليها هتتغير. صحيح، انت اللي لازم تتغير، وانت اللي لازم تاخد قرارك انك تغير الواقع بتاعك عشان كل المحيط بيك يتغير. صحيح. ازاي الانسان يوصل انه يبقى عنده الوعي بالمشاكل اللي موجوده عنده ويقدر يواجهها؟ هو الحقيقه في جزئين عشان خاطر نقدر نوصل للجزء ده. الجزء الأول حاجة بنسميها في العلم كده الجزء المعياري. يعني إيه الجزء المعياري؟ يعني أنت مقارنة بالناس الطبيعية عامل إزاي؟ يعني أنت شاذ عنهم، مختلف عنهم اختلاف، يعني اختلاف مؤذي، ولا أنت قريب من التصرفات الطبيعية؟ ده حاجة بنسميها الطريقة المعيارية. يعني أنت كمعيار الناس، لو أنت شايف نفسك طبيعي والناس بتتصرف بالطريقة دي وده شيء يقبله المجتمع، يبقى في الغالب أنت أقرب إلى السواء وأنت زي الفل. طيب في حالة أن أنت دايما واخد كده النظام الشخصية الطاووسية شوية، إن كل الناس غلط أنا صح، كل الناس لازم تتغير وما بيفهموش وأنا اللي بفهم، في الحالة زي كده لا، دول كتير كتير مشكلة. في الحالة اللي زي كده دي اضطرابات شخصية نرجسية، ممكن أحيانا يبقى نوع من الانعزالية عن المجتمع، ممكن يبقى نوع من التسامي على بعض المشكلات الذاتية عند البعض. احنا عندنا حاجات بعض، يعني احنا عندنا معلومة إن معظم الناس اللي عندها اكتئاب هم الأكثر ضحك، قاعد عمال يضحك ويعمل افيهات رغم ان هو بيعاني من الداخل، بس اللي بيبدو عليه ده تسامي، ده مجرد ماسك، هو موجوع من الداخل. ولما بيروح ينام على سريره وعلى مخدته كده بيحس ان هو مش متقبل ذاته وفي مشكله عنده. نعم،
لكن قدامنا كلنا الفكاهي المرح اللي بيضحك اللي زي الفل. تمام. هل حضرتك تعتقد يعني ان فكره التامل وعلم اليوجا والعلم والتطور في العلم دلوقتي هل ممكن تكون نقطه تحول لكثير من الافراد؟ هي مفيده جدا للصحه النفسيه العامه. المديتيشن اللي هو التامل والرياضه زي اليوجا والريكي والحاجات زي كده مفيده جدا. الواحد يجلس يتامل يتنفس بعمق، ان يحاول كده يعمل نوع من التصالح مع ذاته، ده حاجه غير عاديه، لان بتعمل عندنا شويه حاجات. الجهاز النفسي ده زي الجهاز الهضمي زي الجهاز الدوري زي كل الاجهزه، بيبقى في حاجات بتازمه وفي حاجات بتخفف عنه. مجرد ان احنا نتنفس بعمق ونتامل ونخرج لبيئه فسيحه ونشعر بالاتساع حتى لو نص ساعه في اليوم، دي حاجه من ضمن الحاجات اللي بتدي نوع من القوه الذاتيه غير عاديه ونوع من المناعة النفسية غير عادية. وعلى فكرة هي بتحصل برضو بالتسبيح والذكر واستخدام أسماء الله الحسنى. نعم. بتدي حالة من الروحانيات وأعتقد أن بيبقى فايدتها جدا في حتة أنك أنت بتبقى مركز في الواقع اللي أنت فيه دلوقتي، لا أنت عمال تفكر في المستقبل ولا عمال تفكر في الماضي. صحيح. ودي المشكلة، لأن كتير قوي من الناس حبسوا نفسهم في الماضي. نعم. وحملوا المجتمع كل حاجة، يعني عاشوا بأثار الماضي يعني وحملوا كل واحد حواليهم، لو انا عليا ديون يبقى الناس هي السبب، لو انا ظروفي مش كويسه يبقى الناس هي السبب، لو انا ما اشتغلتش يبقى الناس هي السبب. ففكره ان انا مش بركز في الواقع اللي انا فيه وابدا ابتكر من افكاري حياتي وابدا احط بلان لنفسي ويبقى عندي بلان 1 و2 و3 علشان اقدر ابقى عارفه ان الحياه عمرها ما هتكون سهله ابدا، ان اللي انا هتخيله هو ده اللي هيكون. هل برضو ده نابع من السبع سنين الاولانيين من تواجد الطفل؟ لا مش بس كده، لا في حالات يعني ممكن الولد يكون اتربى كويس قوي بس مع الوقت الظروف تغيرت فاصبح مهمل أو أصبح عنده لا مبالاة أو أصبح محمل ومصاب بكتير من الإحباطات. فالإحباطات دي بالنسبة لنا زي نار كده مشتعلة وطفناها أو حطينا عليها التراب. في الحالة اللي زي كده الشخص بيبقى كتير بيشعر إن في قوة بتضغط عليه وبتضغط عليه للأسفل، ما بتخلوش في الوضع الطبيعي بالنسبة له. صحيح هي مش حجة كبيرة لأن معظم النجاحات بتيجي من الإحباطات، لكن اللي احنا عاوزين نقوله هي الفكرة إن كتير من الناس مجرد ما تتغير الملابسات وتتغير الظروف بيحصل كتير من المشكلات بالنسبة لهم في حياتهم. مش شرط العامل الوحيد يكون التربية، أنا كنت بتكلم على نقطة العقد، لكن في حالة إن شخص يمر بمراحل مثلا مثيرة للاكتئاب عنده أو مثيرة للإحباط أو مثلا يعني ضد ظروفه الطبيعية أو ضد احتياجاته الطبيعية بيشعر ساعتها إن هو مضطرب ومش في وضعه الطبيعي. لكن لو الإنسان قدر استطاع إن هو يتعامل مع هذه الظروف ويتخطى هذه الظروف او يطلب المساعده من الاشخاص اللي ممكن تساعده في الحاله زي كده هيتجاوزها بسهوله للغايه. بس هل المساعده دي لازم تبقى من نفسه ولا الافراد هم اللي يبقى ليهم اليد في ان هم يساعدوا؟ كلنا في المقام الاول بنساعد، لكن المقام الاول اذا ما كانش هو عنده استعداد ان يساعد نفسه بكل محاولاتنا هتفشل. يعني الفرد طبعا احنا عندنا هو اللي نقطة. هيقدر يغير الحياه ويغير المحيط بيه، يغير نفسه اولا. احنا عندنا قاعده تقول العلاج النفسي دوره ايه؟ دوره مش ان انا اخلي الشخص اللي قدامي يضحك، ده قراره. ممكن واحد ما يضحكش يضحكش كتير بس هو سوي نفسيا. بالظبط، مش دي المشكله. انا مش جاي عشان اضحكه واقول له نكت. انا دور العلاج النفسي ان يضعه في مسؤولياته الحقيقيه في الحياه، وان يخلي عنده قدر كبير من الاستبصار والوعي، ان يقدر بالطريقه دي لما هو يساعدنا ونديله الاساليب الصحيحه اللي يقدر بيها يتخطى المشكله الحقيقيه اللي هو موجود فيها بمساعده ذاته ثم بينا. لكن لو احنا كلنا بنساعد وهو ما عندوش لا الاراده ولا الرغبه يبقى كل المحاولات راحت في الارض. يعني نقدر نقول يا دكتور ان احنا اللي بنمتلك القدره على السيطره
على أفعالنا وتصرفاتنا؟ طبعا. يعني مش مفروضة علينا؟ لا، في جزء بيبقى اسمه الجزء المرضي. ساعتها بيبقى الإنسان تحت قهر هذا الجزء المرضي. اللي هو إيه؟ فسره لي أكتر. يعني أحيانا ممكن يبقى الشخص عنده مشاكل في اللاوعي، تبدأ تديله قدر من الاضطراب، يبقى غير مسؤول عن بعض التصرفات في الحالة زي كده، بس نقول هو غير مسؤول. لكن رغم أن العقل الواعي مساحته صغيرة مقارنة باللاواعي اللي هو غير محدود، بس العقل الواعي ده هو اللي راكب في الكابينة وبيسوق، هو اللي ماسك دفة القيادة. الجزء ده رغم أن المساحة الشاحنة ضخمة للغاية، لكن ده اللي بيحركها يمين أو شمال، وده اللي يقدر يوقف ويسرع. العقل الواعي ممكن ياخد قرارات. يعني أنا لازم أهتم بصحتي، أنا لازم ألعب رياضة، أنا لازم أعمل نظام أكل، أنا لازم أشتغل، ويقعد يدي قرارات سريعة جدا جدا جدا، لكن لما يصحى تاني يوم ما يعملش أي حاجة. نعم، هقول لحضرتك ليه بقى. لأن هنا هيبقى الغرائز الأساسية اللي عنده عايزة أكل كتير، شرب كتير، راحة كتير، فهي أقوى. لكن لو هو عنده قوة المثل أكتر هيقدر يعمل الحاجات دي ويروض الغرائز. ولذلك ناس كتير لما بتبدأ حمية مثلا غذائية ليه ما بيكملش؟ نتيجة إن اشتياقه للأكل يغلب كتير مقاومته لنفسه في منعه للأكل. تمام. لكن لو استطاع أن يحجم عن الموضوع وأن يروض نفسه حتى لمجرد أيام إلى أن تهدأ هذه الغرائز بالنهم للأكل وغيره، واستطاع أن يفرض المثل بشكل أو بآخر، هيقدر ساعتها ينزل وزنه. ودي الحالة اللي ناس كتير ما بتعرفش تعملها. بنعمل دايما حاجات اعتيادية، بنقوم كل يوم الصبح نقفل المنبه، نقوم ندخل الحمام، ناخد الشاور، نلبس هدومنا، نصلي، نشرب النسكافيه، ننزل نشوف نفس الناس، نمشي في نفس الطريق، نروح الشغل، نفس المحيط. كل ده تكرار 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 يحوله لروتين. ويحول الحياة لحالة من الملل. هل ممكن الإنسان أنه يقدر يغير طبيعة الحياة اللي هو فيها؟ طبعا. إزاي؟ بإعادة النظر في التفكير وبالاستبصار. هقول لحضرتك باختصار شديد. واحد مثلا متعود على بعض العادات ومش راضي عنها، حاسس ان هي بتعرقل حياته، حاسس مش عارف يتقدم بسبب بعض العادات دي، اول خطوة لازم يعملها هي التفكير، إعادة النظر في الشيء. ليه هذا الشيء انا متمسك بيه؟ ليه هذا الشيء ما اقدرش استغنى عنه؟ ايه الشيء البديل لهذا الامر؟ لو بدأ يدركها كده. اسمح لي دكتور، معانا الدكتور إبراهيم عبد الرشيد، استشاري التحليل النفسي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، يعني هل الإنسان عنده القدرة في التحكم في أفعاله وتصرفاته؟ هو المسؤول؟ هي في أفعال لا إرادية فغالبا ما بيبقاش ليه تحكم فيها، اما الافعال اللي هي الاراديه بيبقى لها تحكم فيها. ايه الافعال اللي لا اراديه؟ زي ايه؟ يعني الافعال اللي العقل الباطن بيتعود عليها. يعني في مبدا اساسي كده في التحليل النفسي، احنا بنقول مثلا النفس تمشي تحت حكم العاده. تمام. فالأمور اللي فيها النفس تمشي تحت حكم العادة دي أمور بتمشي بشكل تلقائي. يعني أحيانا ممكن نعمل حاجة واثنين وثلاثة، بس الحاجتين الأولانيين دول إحنا بنعملهم بشكل مستمر، فالعقل الباطن بيعملهم أساسا لوحده. هل ممكن التحكم فيهم؟ يعني هل أنا أقدر أن أنا أتحكم في الحاجات اللا إرادية بالتدريب والتكرار؟ والتعود ممكن، لأن هي دي الطريقة اللي احنا أساسا بنحاول نخرج سمة في النفس وندخل سمة مكانها. تمام. إن احنا متدرب نفسنا على الحاجة اللي احنا عايزين نكتسبها، أما الحاجة اللي مش عايزين نكتسبها بنحاول بقدر الإمكان نقاومها، لأن أساسا بتبقى في مقاومة من النفس على الحاجة القديمة. يعني النفس ما بتحبش الجديد، دايما هي بتخاف من الجديد.
ده لذلك حقيقة. هي بتتمسك بالحاجة اللي هي متعودة عليها. أنا بشكر حضرتك يا فندم، وبشكر وجود حضرتك في الساعة مع نيبال. دكتور محمد، تعقيب حضرتك إيه على الكلام؟ هو كلام علمي طبعا ودقيق. الإنسان أحيانا حتى الحاجات اللي هو متعود عليها وبيطرأ عليها شغل اللاوعي، في الأساس هي كانت عبارة عن فكرة في يوم من الأيام. في عالم كبير اسمه فرانك أوتلو، الراجل بيقول إيه؟ بيقول الأفكار بتولد السلوك، والسلوك لما بيتكرر بيولد العادة، والعادة لما بتأخذ حيز أطول من الزمن بتتحول إلى البرمجة، بنعملها من غير ما نفكر أصلا. فتلاقي واحد كده بقاله 7-8 سنين متعود أن يقوم الصبح يحط القهوة قبل ما يغسل وشه، تلاقيه كده متبرمج بدون أدنى مجهود يذكر. هو ده اللي أنا ذكرته من شوية، أن التعود والتكرار بيحول الحياة لشيء من روتيني. نعم. ولحالة من الملل، وبيبدأ يظهر على البني آدم أعراض أنه مش حابب الحياة، وكل يوم شكل التاني. نعم. وأنا هعمل إيه يعني عشان أغير ده وأبدله؟ فإحنا نقول لهم إيه؟ يعني نقول لهم إزاي تقدروا تغيروا الحتة، نرجع للحتة اللي كنا من الجزئية اللي كنا بنتكلم فيها من شوية. نعم. إزاي نقدر إن إحنا نغير ده؟ هل من السهل إن العقل الواعي يعني يستوعب أي تغيير بسهولة؟ أنا هقول لحضرتك، عندنا العقل الواعي زي ما قلنا هو المصدر على اللاوعي. طبعا. هو اللي بيتحكم، هو آخر حاجة بتمر عليه التصرفات، يقدر يقول نعم أو لا، يقدر ينفذ أو ما ينفذش في معظم تصرفاتنا. الواعي، الواعي هو في الآخر هو البوابة الأخيرة اللي بيطلع منها السلوك. تمام. لو جه في الاخر قال لا مش هطلع السلوك ده، شوفي مهما يحصل في اللاوعي. بس هو نعم. عمل كده نتيجه ان هو بقى عنده الوعي ان في فعلا عنده سلوك في اللاوعي غير سليم. تمام. وبالتالي هو قومه. احنا بنسميها بقى قوه الانا، قوه الوعي. بالظبط. عنده عضلات تكفي ان يصد الهجمه. بالظبط. في الحاله اللي زي كده هو ده التعبير. بالظبط. يقدر يقول لا مهما تتنطط يا واللاوعي مش هعملها، ويقدر يروضها. تمام. هيحصل شوية إيه؟ شوية زعل شوية جوه، مش مشكلة، بعد يوم أو اتنين استطاع أن ينتصر على العادة، يكسرها. ثم بعد كده يبدأ الدايرة من جديد، التفكير يفكر بقى في سلوك جديد اللي هيبقى عادة جديدة. تمام. لأن السلوك لما بيتكرر هيبقى عادة. ومن ثم الإنسان يستطيع أن يتحكم في كل هذه الأمور اللي هو يشعر أن هي بتسيطر عليه، لان احنا بنتصرف كتير جدا بدون وعي. طب ازاي نحولها لوعي؟ حاجه واحده بس. ودي الحاجه اللي احنا بنعملها في كل اسامي التحليل النفسي. الاستبصار. يعني ايه الاستبصار؟ يعني الحاجه اللي عمرك ما فكرت فيها حطها تحت الملاحظه وفكر فيها. هل فكره يا دكتور اني احدد الاهداف، يعني برضو وده من العلم، يعني عشان اقدر اعمل التغيير، فلو أنا كل يوم بالليل كتبت في ورقة الأهداف، أنا مين؟ أنا عايزة إيه؟ طب أهدافي إيه؟ طب الطريق اللي أنا عايزة أمشي إيه؟ طب حققت منه إيه؟ طب عيوبي إيه؟ طب نجحت أتغلب على كم عيب منهم في الفترة دي؟ هل ده شيء سليم ولا خيال؟ لا لا، شيء سليم جداً، ومش شرط كل يوم، خليها حتى لو مرة في الأسبوع، ساعة تاخدها مع نفسك كده، ساعة كل أسبوع، ساعة كده مراجعة، عملت إيه في الأسبوع اللي فات؟ إيه أهم الأهداف اللي نجحت وما نجحتش؟ واللي ما نجحش ما نجحش ليه؟ وإيه اللي حققته فعلا وحسيت بذاتي؟ وإيه الحاجات اللي محتاجة مزيد من الجهد؟ ساعة واحدة بس، نوع من المصارحة مع الذات، دي هتخلي العضلات بتاع الإيجو بقى بتاع الأنا أقوى وأقوى، والاستبصار أقوى، ومش هتكون عرضة سهلة لكل الحاجات اللاواعية، كطيف يجي لك من اللاواعي إنها تسيطر عليك. وإنه ممكن. طبعا. وانه اكيد لو الانسان عايز يتغير وعايز يغير حياته، لو شاف الواقع بتاعه صح، لو شاف مشاكله صح، لو واجهها وواجه المشاعر دي بشكل صح، هيعرف يكمل، وهيعرف ما يلومش الدنيا ولا الحياة، ولا يعتبر نفسه ضحية في المجتمع. اساسي. اسمح لي يا دكتور، انا معايا الدكتور جمال عبد الحميد، استشاري الطب النفسي. اهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم.
حضرتك رأيك ايه في الناس اللي بتحط نفسها دايما في دور الضحية، والناس هم الشماعة اللي بتعلق عليها عدم النجاح، كل الأزمات، الديون، كل حاجة بتحصل في الحياة إن بتلوم الناس إن هم السبب في اللي هو وصل فيه؟ أهلا يا فندم، حضرتك سامعني؟ أنا سمعت حضرتك. أولا برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أولا يعني خلينا نكون في البداية نتكلم ونقول إن أنا الإنسان ده تفاعل مع البيئة، وبالتالي ممكن يكون حتة إن أنت بتبني أخطاء أو فشلك على الآخرين، فدي حاجة زي ما بيقول عليها ما عندكش ثقة بنفسك، وبالتالي أنت مش قادر تاخد قرار مفروض في حاجة معينة، وكل التهم مسافر على الآخرين إن هم السبب في حتة إن هم اللي فشلوك. لا، لازم أنت يبقى عندك ثقة بنفسك، عندك يقين بالله في البداية إن أنت هتنجح. والفشل مفيش مشكلة في الفشل خالص، الإنسان ممكن يقضي مع موضوع معين ويفشل فيه، لكن قاعد يعرف ايه اخطائه في المفشل في هذا الموضوع. لازم بقدر هو الامكان. ده هو ده يا فندم اللي بنحاول نوصله النهارده من خلال ساعه مع نبال، ان مفيش حد ضحيه، ان ظروفك انت اللي بتقدر تغيرها بايدك. بالظبط بالظبط. بشكر حضرتك وبشكر وجودك معانا في ساعه مع نبال. يعني نفس الجزئية اللي كنا بنتكلم فيها دكتور محمد دلوقتي، نعم. فكرة الضحية وإن شماعة الناس اللي موجودين حواليه، ويفضل معايش نفسه في الوهم ده، وفي ناس بيعيشوا وبيموتوا وهم ضحية. أنا نفسي أوصل لنقطة، إزاي يا جماعة نوصل لحالة الإدراك؟ يعني أنا دلوقتي نبال بعتبر نفسي ضحية مثلا إن الناس هي اللي عملت فيا كده، الناس هي السبب إن أنا مش سعيدة، الأم كذا، الأب كذا، الأخ هو اللي عمل كذا، إزاي أنا يجيلي الإدراك إن أنا غلط؟ شوفي أي شخصية، يعني نعم. إحنا دلوقتي عايزين حضرتك قلت كلمة جميلة جدا وهي البصيرة. نعم. البصيرة، ما هو الإنسان لو بقى عنده إبصار هيحط رجليه على أول الطريق وهيعرف يكمل. نعم. نفسي النهاردة من برنامج ساعة مع نبال تبقى بصيرة للناس اللي عمالة تضيع حياتها ويعني في دور الضحية ودور المظلوم ودور السلوكيات الغير طبيعية، بتضيع حياتها في حالة إن ظروفها دي ملهاش حلول، وإن دنيتها سيئة جدا، وليه الناس اللي حواليا عايشين كده وأنا عايش كده، مع إنه ما دخلش بيوت الناس اللي حواليه ولا شاف هم عايشين إزاي. صحيح. ننور البصيرة إزاي دي يا دكتور النهاردة من خلال برنامج ساعة مع نجال؟ حاضر. أولا بنيجي نقول تعالى نناقش الشخص اللي حاسس بالضحية. واحد، لو أنا حاسس بالضحية عشان إيه؟ لو أنا قعدت أشتكي وأعمل عشان أكسب تعاطف الناس، لنفترض وبعد ما تكسب تعاطف الناس تحلت المشاكل إطلاقا، ده هيزيد الوقود إنك تحس بالضحية أكتر. بالزبط. عشان كل ما تندب حظك قدامهم، يا حرام يا ضنايا يا ابني يا مش عارف مسكين مش عارف. وبعدين أنت لا حضرتك اتحركت ولا حليت المشاكل. بالزبط. ده رقم واحد. حاجة تانية، عندنا قاعدة بتقول إذا كان حلولك لها مشكلة، إذا كان مشاكلك لها حل، يبقى دون أن تندب حظك ابدأ في الحل مباشرة، ودون أن تحاول أن تتغذى على عاطفة الآخرين ابدأ خد خطوات إجرائية على أرض الواقع. سيبك من المسكنة، في الحالة دي أنت ضحية نفسك في المقام الأول، أنت مش ضحية حد ولا ضحية لا المجتمع ولا ظروف ولا غيره. الواحد ممكن يبقى غني جدا ويفلس، بس هيبدأ من جديد لو عنده الإرادة وهيعمل تاني. احنا اللي بنعمل فلوس مش العكس. الواحد ممكن يبدأ علاقة وبعدين تتأزم، بس عنده القدرة ان يبدأ من جديد.
الواحد ممكن يسافر وبعدين يرجع خايب الوفاق، مش مشكلة، هيرجع تاني من جديد ويبدأ مرة تانية ومفيش أي مشكلة خالص. وإن احنا نفهم إن هي دي الحياة يا دكتور، هي دي الحياة، صعود وهبوط. يعني هي دي الحياة، وهو ده الهدف اللي ربنا وجدنا في الحياة ليها، عشان يبقى عندنا صبر وعندنا إرادة وعندنا أمل دايما في اللي جاي. وأكتر حاجة بتميز البني آدم أو الإنسان المميز إنه إزاي يقدر يغير أحداثه. صحيح. يعني إزاي يقدر إنه يغير الأحداث اللي هو فيها، إزاي يبقى عنده دايما الفكر اللي دايما عنده فكر بديل، أنا فشلت في ده فهعمل كذا فهنجح، حتى لو هنجح بنسبة بسيطة، لأن اللي بعديها هيبقى نجاح أكبر وأكبر وأكبر. لكن أنا بشوف في الفترة الأخيرة لا، في حاجة عدم توازن. يعني حضرتك يعني شاورت على نقطة مهمة، 7 سنين الأولانيين في حياة الطفل، اللي كتير من البيوت بيعتبروها ده طفل مش فاهم حاجة. نعم. كلمة أخيرة حضرتك توجهها لكل اللي بيشوفونا النهاردة، العقل الواعي والعقل اللاواعي، وإزاي نتخلص من المشاعر ومن السلوكيات اللي بيصدرها لنا العقل اللاواعي. حاضر. بنقول لكل الناس المشاهدين، واحد، ربنا ادانا العقل عشان خاطر نميز أي طريق نسلك. أرجوكم استخدموا عقولكم أكتر من العاطفة اللي بتسيطر عليكم، لأن أكتر شيء غلط بيسيطر على حياتنا هي العواطف. لما تغلب علينا عاطفة الحزن، عاطفة الشجن، عاطفة الشعور بالذنب، ونبدأ العاطفة دي تكون هي اللي مسيطرة علينا، في الغالب العقل مش هيشتغل بالشكل صحيح. الحاجة التانية، أي مشكلة في العالم لها حل ولها ألف حل كمان، بس محتاجين بس ننفصل عن التوغل في المشكلة أكتر من اللازم، ونفكر بطريقة عقلانية، نستخدم العقل ونستخدم المتاح من قدرتنا. الحاجة اللي بعد كده، مفيش وقوع إلا بعده صعود، لازم يكون عندنا أمل. الإنسان اللي ما عندوش أمل حتى لو عايش بيبقى ميت بس بيتنفس، لازم نعيش بالأمل، يكون عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى. الحاجة اللي بعد كده، مفيش حاجة اسمها مستحيل، صدقوني كل حاجة ممكن. لو أنا جاهل ممكن أتعلم، لو أنا حزين ممكن أبقى فرحان في يوم من الأيام، لو أنا حاسس بالفشل ممكن أحقق أعلى النجاحات. وكل الناجحين مروا على مراحل ما أبأسها من مراحل، وقدروا استطاعوا أن هم يتخطوها ويوصلوا إلى النجاح. الحاجة اللي بعد كده، ما تخليش دايما حجة اللاوعي 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 الماضي المش إطلاقا، ما تبقاش أسير هذه الأشياء. حتى لو ظلمت في التربية، باباك ومامتك ربوك بأفضل طريقة هم يعرفوها، لو كانوا يعرفوا أحسن كانوا ربوك بأحسن من كده. الظروف دي الإنسان ما بيختارش هو اتولد في أي بيئة ولا في أي مستوى اجتماعي، إحنا اللي بنصنع المستوى الاجتماعي وبنصنع ذواتنا لو عندنا الإرادة الحقيقية وبصين لهذا الطريق اللي قدامنا. يعني الأساس الفرد طبعا، مفيش حاجة حواليك هتتغير إلا لو أنت اتغيرت. صحيح. دكتور محمد بشكرك، بشكر وجودك معنا. شكرا لزيك. ويعني نتمنى أن تكون النهاردة الرسالة وصلت لكل الناس، وفعلا كان في بصيرة وبداية لطريق جديد. شكرا. بشكر جزيل. حضرتك. شكرا لزيك. شكرا جزيلا. قالوا لنا من سار على الدرب وصل، لكن ما كملوش الحكاية، ما قالوش من سار على الدرب تعثر وسقط ونهض وتألم وتحارب وحارب اليأس، ما كملوناش القصة ومنها بيوصل. لما قلت لبنتي على عنوان الحلقة فقالت لي عايزة تقولي في ساعة معلومات بتتدرس في سنين، قلت لها لعل وعسى تكون بصيرة لكل اللي بيسمعني لبداية طريق جديد ونور جديد. إيمانك بربنا وإيمانك بنفسك وقدرتك على النجاح هي اللي هتوصلك. من سار على الدرب وصل، بالكفاح والتعب والإرادة. لسه في فرصة قدامنا، دعوة للحياة
في ساعة مع نيال.